فعلا افتقدنا فن الصوت اللي المفروض نحافظ عليه كنوع من إرث الموسيقى الكويتية. عندنا أيضا ضيف معنا في الاستديو راح نتعرف عليه لكن بعد هذا التقرير. يا أهلا وسهلا فيك أستاذ صلاح الجماز، حياك الله. الله يحييك. مساك الله بالخير أستاذ صلاح الجماز. يعني استشاري السلوك الاستهلاكي، وإحنا يعني من شفنا هالتقرير وكل بيت أو أغلب البيوت عندها مشاكل بالاستهلاك. هو ودايم بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بقاطعك، أنا آسف، بس أنت قلت كلمة مشاكل خلتني أقاطعك. اتفضل. هي مش مشاكل، إدارة، هي سوء إدارة وبعدين متغيرات. فدائما احنا المتغير لما نتورط فيه نعتقده مشكلة بس يؤدي متغير. إلى مشاكل أستاذ صلاح. أحسنت، تؤدي بالنهاية إلى مشاكل فيما لم نجد لها حلول، يعني خلينا نقول حلول مالية مصرفية. إنزين الحين احنا ما نبي نختلف انها مشاكل تؤدي ولا ما تؤدي، ان شاء الله ما تؤدي المشاكل ان شاء الله، لكن يمكن بالفتره خل يعني نتكلم من اخر فتره قاعدين نعيشها اللي هي ازمه كورونا. يعني ناس قاعده بالبيوت وكانت اكثر المولات والمحلات مسكره، لكن في جانب او ناس اتجهت للشوبينج اونلاين. نعم. وصارت تصرف لان شيء جديد عليها، يمكن مو متعوده على هالشيء. وفي ناس لا قاعده تدخر. احنا الان دخلنا الحقبة السادسة تسمى في الحياة الرقمية، وانتقلنا من 2020 للحقبة الرقمية في التعاملات الحكومية والإنسانية والاجتماعية والمالية كلها. في ناس مو راضية تستوعب هذا الامر، واللي مو مستوعبها تلقاه مثلا على سبيل المثال بعض التطبيقات يقول لك انا ما اعرف اشتغل وهذا. أغلبهم جيلنا وجيل اللي قبل الشباب يحلوهم سهلين، يقول لك أنا نزل لك التطبيق، وحتى التليفون تلقى حتى يعطل من كثر التطبيقات اللي فيه. فإحنا أول شيء قاعد نعيش عصر رقمي، هذا واحد. اثنين، إحنا انتقلنا إلى العملات الرقمية، بنوك مركزية عالمية تحولت رقمية. ثلاثة، لما تي هذا كله صب على سلوك العميل. العميل فرض عليه ثلاث شغلات، إنه ما يتحرك. اثنين، لازم يكون المنتج نظيف وصحي. ثلاثة، لازم يكون هناك مراقبة مالية. لو تلاحظ تسمع آخر الأشهر الماضية مراقبة شديدة للحركات المالية، قسل أموال وقوانين وتشريعات طلعت، صح؟ فهذه الثلاث شغلات تتطلب نظام رقمي إلكتروني، تطبيق تشتري، رقم مسجل، متابع، مدقق، معتمد. فراح تلقى انت يمكن كل عميل مترى ما يدري هالسوالف هاي كلها، ولكن احنا لما رحنا اجبارا وليس اختيارا، وخلاص هذا القادم وهذا اللي راح يكون مستقبل كل شيء. كل شيء بمعنى كل شيء، يعني 2023 سيختفي النقد الورقي كله، راح يختفي من الارض كلها. 2025 كل شيء راح تلقى البنوك بس المركزيه. بس صلاح عفوا المقاطعه، يعني انت ما تحس ان يعني في ناس لما تمسك الفلوس نفسها وتروح تشتري شيء فرق لما يشتري اونلاين؟ يمكن الفلوس لما يدفع يحس بقيمه الفلوس. ما هو هذا اللي كنا نقوله في السنوات السابقه باللقاءات لما نتكلم عن التدبير المالي في السنوات الماضيه، وحتى انا اكثر من لقاء قيمتها. اي طبعا. اليوم احنا كنا نقول، انا اتذكر حتى كان عندي لقاء مع استاذ نجلاء، كنا نتكلم ان اليوم خلي الكاش بيدك توفر اكثر. هذا راح الزمان خلاص. كان في اتهام للكريدت كارد او بنوك كروت البنك انها تساعد على الاسعار. احسنت، وفعلا. لكن الحين يعني الشيء اقوى من أقوى. يمكن ولكن الحكمه وين؟ انت اليوم عندك نظام الكتروني ذكي يعطيك الحركه الماليه، يعطيك المتبقي، يعطيك المصروف، يعطيك الامكانيات الماليه، يعطيك حتى مثل الحين لو تشوف التطبيقات في تنظيم ميزانيه الماليه. هذا لو طالعين قبل 10 سنوات يمكن انا حتى ما نوجدت في ولا برنامج، من كثر ما التليفون ذكي حتى قام صار هو استشاري مالي التليفون نفسه. فاليوم اذا بعود لسؤالك الان راح اعيد على السؤال، ان الناس بسبب الجلوس في البيت صارت فعلا تتحرك ماليا بشكل ذكي. هذا حقيقه وارقام كبيره وتثبتها شركه الكينت، موجوده هي الشركه يعني خلينا نقول الرسميه الاولى اللي في الكويت في التطبيقات. وبعدها لما تروح للشركات اللي تحولت الى تطبيقات، يعني المطاعم تحولت تطبيقات، شركات توصيل، جمعيات بالضبط. يعني انت شركات توصيل مثلا لو تشوف مبالغ مهوله قاعده تتحول، هذا يدل على ازدياد استخدام الناس للمؤسسات الحكوميه، الرسوم والمخالفات كلها صارت رقميه. فالان التوجه هذا اصبح طبيعي.
ولكن وين الغير طبيعي؟ أنك تكون غير مسؤول عن حركاتك المالية الذكية. حلو. نعم أستاذ صلاح، لو انتقلنا لموضوع الأسرة والميزانية، حلو، من وجهة نظرك ومن خلال خبرتك في المجال، من الأجدر أنه يمسك الميزانية، الرجل أم المرأة؟ ليش؟ بالنسبة للأجدر، هو الأجدر، هو خلينا نقول صاحب المعرفة الأعلى صراحة، ما له علاقة في الجنس، نعم، ونوعه، ومن هو الأكبر ومن هو الأصغر. لا أدري والله، أدري فيك، بالعكس أنا كل يعني هذه الخلاف إحنا نصب مرات نتهم المرأة والمرأة، مع العلم أن لو ترى أنت اليوم سلوك المرأة، الله خلقها كريمة، هي أنا دائما أقولها كلام وثابت عليه ما غيرته، المرأة الله خلقها تعطي، والرجل الله خلقه يعني متحفظ مو بخيل، فالمرأة ترى بخل والرجل يرى إسراف. يعني ما تحس إن الكريمة أو إسراف من المرأة؟ لا مو إسراف. شوف، كريمة أو إسراف؟ إيه أنا أدري. لا شوف، المال والعاطفة لا يلتقيان. فأنت عندك شغلة مثلاً، ليش إحنا نقول لك يأثر على أدائها المالي؟ مثلاً المرأة الشراء ترى يجعلها سعيدة. إذا المرأة مكتئبة تروح السوق. صحيح. ومن اللي يصرف؟ هذا ما فكرنا فيه. يعني مثلا أعطيك مثال آخر، المرأة لما تشتري قطعة ترى ما تشوف سعرها، أنت تشوف سعر قبل لا تشتري، المرأة توصل للكاشير ما تعرف سعر. مو كرم، مو إسراف، طبيعتها يعني. والله العظيم أنا أسأل حين النجلاء ومتأكد يوم من الأيام اشترت قطعة للكاشير ما تعرف سعرها، لما يقول لها ترى هذه القطعة بهذا الرقم، بس ما يتفاجئون. ليش؟ لأن هي سعيدة في رحلة الشراء. الآن أنت في زاوية أخرى عن السلوكيات، لما تيجي على شراء الأسرة، شراء الأسرة لها منطقة مختلفة، وهي كالآتي: في بعض المشتريات مثلا ما يصح تشتري سيارة سبورت باب واحد أسرة كبيرة. نعم. أوكي، هذه نسميها مناطق الشراء أو القرار المالي المشترك. يعني في قرار مالي مشترك ما يجوز للرجل ينفرد الحالة فيه، أو المرأة تنفرد الحالة فيه، ما لم يكون خاص. يعني أنت بتشتري بيت، كيفكم أنا قيت هالبيت؟ ما يصير. يعني في وايد أسئلة علامات استفهام. إنزين أعطيك قرار ثالث مختلف للأسرة، بنسافر، حلوين بنسافر، وين بنروح؟ لندن. لا بنروح البوسنة. لا ما نحب هالدولتين، نبي الدولة ثالثة. أسرة يعني قرار مشترك، قرار جماعي. قرار جماعي، فالعمليات الشراء اللي تتطلب قرار جماعي هذه أكبر منطقة إحنا نجد فيها بعض التعثرات المالية. نعم. وإذا المرأة بتشتري هي ولا تبي تسوي شيء كيفها؟ لا بس إيه، إذا الرجل بيختار شيء لا ما يصير. لا مو كيفها. أو شوف، إحنا الحين في زمن يختلف عن ما لما كنت أتكلم أنا قبل 15 سنة. الآن لما تنظر الاستغلالية المالية للمرأة، تبارك الرحمن، الآن هم مناصب عالية ورواتب واستغلالية ومعرفة، ما ينقصون يعني معرفة مالية. أوكي، يعني لو ترى السيدات الأعمال شيء رهيب بالعالم. أثنين، لما ترى الرجل وفكرة وطبيعة مجتمع، إحنا يغلب علينا فكرنا المجتمعي أن اليوم الرجل هو سيد القرار المالي. أحيانا ترى ما هو مو مستوعب قراره أنه مدمر، وتقول للمرأة باستحياء وبمحبة ترى قرارك غلط، إذا تبي تسأل تبي تشاور تبي تراجع. ومرات تقول لا أنا أعرف. مشكلة الرجال أنه إذا يبي يأخذ قرار مالي يبي خطوات وأدلة أن أنت تعرفين الكلام تقولينه. يعني أنا عندنا جملة قبل يقولونها الرجال، أنت تعرفت مرت لك الكلمة؟ بس هذا قبل زمان، أول الحين ما يقدر يقول كذي. والله يعني أنا يعني هذا من الجمل اللي أنا دائما أستخدمها كمثال، طبعا الحين يمكن اختفت، بس قبل نقول حق المرأة أنت عرفت في الأمور هذه. يعني أنت لا راح أسوق وهي تعرف، ترى هي تعرف، لأن في السابق كانوا النساء مدبرات لما الرجال كانوا يقادرون البلد، سفر غوص رحلات. صح. فما فيها ميزان واحد، يعتمد على البيت وطبيعته وخبراته وإمكانياته. بس أنا دائما أضعها في مثلث إذا بطلع في نتيجة نهائية عشان المشاهدين يستفيدون. شنو يحكمني في طبيعة القرار؟ المرحلة العمرية، يعني هل هو كبير صغير،
المرحلة الثقافية ومدى ثقافته، هل هو يعلم بالأرقام ولا ما يعلم بالأرقام كلش؟ الحالة المالية، يكون ثري، عنده سيولة، ما عنده سيولة. فهذا المثلث مرات يعطيني شكل الآلية أو الاستراتيجية اللي راح يتبعونها في الحفاظ على ثرواتهم. والأمثلة كثيرة، والأمثلة كثيرة جدا. نعم أستاذ صلاح، في بعض الأمور المستحدثة نقول، نعم، تستهلك ميزانية الأسرة. نعم، زيارات عائلية أو مثلا عفوا استقبالات، الهدايا، أيه؟ مثل هذه الأمور، لأي درجة إحنا المفروض نعيد التفكير في هذه الأمور وهذه المصروفات؟ هذه لما نيجي على الزاوية هذه، قبل كنت أقول حق الشباب كورونا كريم، وقف كل شيء. وقف الزيارات، وقف العرس اللي يكلف، مثلا العرس يكلف 30-40 ألف بعض الأحيان، يعني في ناس يعتبر المبلغ مبالغ فيه، بس فعلا في ناس تقط أكثر من شيء. فكان الزوج يدخل فقير على طول، يبدا الاسره فقير. الان لا، ملك السلام عليكم، حضور بس 5-6، يلا توكل على الله، خذ زوجتك توكل على الله. زيارات، الاجتماعات، القبقات رمضانيه، رمضان كان مكلف بدرجه عاليه، هذا كله اختفى في السنتين هذيل بسبب الوباء. ولكن الحقيقه الناس لمست الفرق. انا حتى قبل كنت اقول، الحين حتى بدون لا اقول، لمسوا الفرق. لمسوا، حتى شخص يقول لي صلاح انا بالصدفه صار عندي فائض. قلت له ادري انت مدخر بالصدفه، لان ما عندك مكان تروح، ماكو دوانيات، ماكو غبقات، فتراكم المبلغ، ما في سفر. فالحقيقه هي مهلكه، خصوصا احنا كنا نضرب قبل مثال في راعي الديوانيه، راعي الديوانيه اللي يصرف وكذي، يصرف على طول. زين صراحة احنا ما نتكلمنا عن الادخار، ويعني تكلمنا بنفتح هذا المحور، لكن عندنا تغرير عن الادخار ونرجع وياك نسولف. نشوف هذا التغرير مشاهدين. صراحة يعني شفنا موضوع الادخار، وانا واحد من الناس يعني للأمانة صعب الادخار، يعني لما خاصة يمكن كثير من المشاهدين يكونوا من أسر متوسطة الدخل، وموظف، زوجته موظفة وساكن برا، وعنده سيارة وعنده خدامة وعنده فالتزامات، التزامات عالية، شلون يقدر يوفر؟ بسيطة العملية. احنا شوف، احنا قاعدين ننهج منهج خاطئ أمانة. العملية المالية سلوك، ترى مو أرقام. الناس تعتقد أرقام عشان شيء تخطئ دائما. هو سلوك، يعني مثلا ينزل راتب، قول تاريخ 20، اليوم ينزل تشيل 100 دينار فورا، تقول لي عندي التزامات، اقول لك انسى شيل 100 دينار. تقول لي وين ودي؟ اقول لك ما هو لازم يكون عندك حساب ادخاري، لازم، لا، لان الادخار هو استثمار، هو اول بدايه الاستثمار. والادخار هو امر شرعي، مو امر صلاح الجماز طلبه، لا، هو امر شرعي بالدين الاسلامي. زين، اوكي. اثنين، العمليه كالاتي، تقول لي والله انا زين حطيت 100 على 100، شو اسوي فيهم؟ هذا السؤال خطا، أرجوك جمع، لأن أنت اليوم قاعد تصرف على قد فلوسك، ما يصح. اليوم كل إنسان يصرف أقل من دخله احنا نسميه ثري. عشان تدخل مرحلة الثراء لازم توصل مرحلة تصرف أقل من دخلك، أما دخلك عالي اللي ما يقدر تصرفه، أما أنك دخلك قليل وتنزل تحته، يعني دخلك 1000 تشيل 100. تقول لي والمية هذه باكر أشوفها أصرفها؟ أقول لك بسيطة، في طريقة أفضل الآن ما كانت موجودة بالسابق. الأمية تحولها إلى ذهب عشان بعد ما تشتري فيها. في توجه كبير، أي كبير الحين، الناس الحمد لله رب العالمين. 100 دينار تجيب لي، خلينا نقول سي مثال 5 جرام، اشتري 5 جرام هالكبرها احطها بجيبي، هذه 100 دينار ترى فلوس، هذه مو معدن. وكل شهر اشتري 10 جرام، 5 جرام، كل شهر شهري. فدخلنا في سلوك الادخار، يحتاج اكسرسايز، يحتاج تمارين. انت اليوم ما تسمع لصوت داخلي، والله انا لا عندي فواتير كهرباء، لا هذا امر اخر. اثنين، لازم تعيد نظام المديونيات اللي عندك، اللي احنا نسميها خطه سداد. الناس ما عندها خطه سداد، تقول له اعرض لي القروض اللي عندك والديون، يقول لك عندي ما ادري، ويمكن ما ادري متى يخلص وما ادري. تقول له يا استاذ صحصح معاي، انت داش مأزق، ما تعرف مشكله. فاليوم الناس مو ماخذه جد بشكل جاد موضوع سداد. يعني اعطيك امر، راح يجينا بعد شهرين، بعد شهرين راح ترجع القروض اللي الحكومه كريمه وقفتها لثاني مره 6 شهور.
السنة الماضية في ناس تعلمت وفي ناس ما تعلمت. هالسنة يعني ما راح يتكرر كل سنة تعطي القروض 6 شهور، فراح نشوف شهر 11 ساخن على الناس. تخيل الشهر الماضي الدولة كذلك قدمت الرواتب على أساس العيد. الآن باقي لنا بشهر كم؟ باقي تقريبا 15 يوم عشان الراتب القادم، متورطين. فاليوم لازم يكون عندك خطة سداد. تقول لي أنا ما أقدر أسدد. لا، أنا ما أبنك سدد، أبيك تفكر في شغلة واحدة. تقول لي أنا قروضي كبيرة، شلون أسدد يا صلاح؟ أقول لا تنظر للقرض، أنظر للقسط. يعني لو قروضك، خلينا نقول احنا أعلى قرض بالكويت 70,000، خلينا نقول مفرضا، كم القسط؟ القسط مثلا تقول لي 400 دينار. 400 دينار، أبيك ترجع لي 400 دينار، تعمل لي شيء يعزز راتبك، ترجع لي 400. انسى القرض مرة واحدة. إذا يوم من الأيام قدرت تدخل 400، شنو حصل معك؟ سقط عنك قسط، صح؟ تخيل أنت تجيب لي كل يوم، كل شهر آسف، قصدك يعني أديش مشروع يعني ولا؟ أديش مشروع، ترفع دخلك، أوفر تايم، تعمل مساعدات لصديق. أنت مثلا خلينا نقول القسط المعقول الدارج 200 دينار، وقدرت تجيب لي 200 دينار بالشهر. انت رجعت لي راتبك صفر، صفرته، كان مستقطع صار صفر الحين، ممتاز، وسقط قسط. يعني قصدك ادفع القسط زياده دبل يعني؟ لا تدفع، الحكومه او البنك ماخذه، خلاص ماخذه. حلو. فانت رجع لي القسط، فسوي لي اي شيء يرجع لي القسط. يعني انا ما ابي احد يفكر في القرض، فكروا بالاقساط. انتم تنظرون القلط، اذا فكرت بالقرض ما تقدر على حتى الرقم تقوله، والله يهد ظهرك. نعم. تقول لا انا ما اخذ 30,000 ولا 40,000. 30,000، 15 سنه انا سويت. لا انسى. قول لي كم الشهر بتدفع؟ 270. جيبهم، دبرهم، رجعهم، مشروع، مساعده، استشاره، حركه، بيع، خدمه ثانيه، بار تايم. جيب 70، جيب 170. حاول. راح تلقى نفسك بعد كم شهر راح تلقى التمرين انت في رائع. اصلا 30,000 سقطت. نعم استاذ صلاح، بعض الاحيان الناس تعتبر التوفير نوع من البخل. صحيح، وايد يجون هذول. نعم، انت مع هالنظريه؟ لا طبعا، هذا اساسا عذر وغير حقيقي، عذر يعني كذاب احنا نسميه. ولكن للاسف ان الناس ماخذينه. مثل الناس اللي يقولوا لي انا اخاف اصير غني. اخاف اصير غني؟ هذا في العكس. في ناس يقول انا اخاف اصير ثري، هو طبعا ما راح يصير، بس هو يقول انا اخاف اصير ثري، انباق. تقول له انت من وين جبت هالكلام؟ احاسب يوم الحساب على فلوسي. اقول له طول بالك، انت بهالطريقه اصلا طرقت كل طاقه ايجابيه. احنا اساس المال انه يتراكب ان الانسان يكون متفائل، صاحب فكر متنور، مرن، متغير، يتابع التغيرات الماليه الاقتصاديه. اما ان انا اصير عقلاني ومنطقي وبحافظ على اسرتي يسموني بخيل؟ حياهم الله، خي يسموني بخيل. استاذ صلاح، يعني الحين زبده الكلام اللي طلعنا منه الحين او المشاهد عشان يستفيد ان يحاول لا يفكر بقيمه القرض، يحاول يدبر فلوس القصد نفسه، القصد باي وظيفه ثانيه او اي شغله ثانيه، ويحاول اول ما ينزل راتبه ياخذ 100 دينار ويشتري فيهم ذهب. عشان لا يقولون لأننا تاجر ذهب، عشان لا يقولون يوديهم حق الذهب. أوكي. أي شيء حطهم إن شاء الله. ماخذ لك، خلينا نقول على سبيل المثال، ماخذ لك عقار أقساط، قط القسط بالعقار. ماخذ بس شيل 100 من راتبك أول ما ينزل، مو بعد ما تصرف. عدل، جميل، وإن شاء الله نكون أعطينا يعني بعض النصائح إن شاء الله فيها إضافة وإفادة. شكرا لك، إن شاء الله. شكرا لك استاذ على هذا اللقاء وهذه النصائح. إن شاء الله. آخر سؤال على السريع، هاليومين ذهب بيع ولا شراء؟ لا، شراء. 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 شكرا لك. مشاهدين نشوف هذا التقرير ونرجع لكم إن شاء الله.